نشرة مسائية منفصلة من تلفزيون لبنان، أهلا بكم. مساء الخير. الحدث العالمي اهتزاز القارة العجوز، هذا الاهتزاز ناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد استفتاء على ذلك، وقد أعرب قادة أوروبيون عن الحصد من جراء الصدمة التي لفت أيضا المحافل البريطانية التي صعقت من كلام البعض عن العدوى التي يمكن أن تصيب اسكتلندا وإيرلندا، وفيما اكتفى البيت الأبيض بإعلان الاحترام للقرار البريطاني، تخوف متابعون دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي من تفكك هذا الاتحاد الذي يضم 27 دولة. ومن أوروبا إلى الشرق الأوسط، الحروب متواصلة في سوريا، في محيط حلب، وفي العراق، في الفلوجة، وفي اليمن حول صنعاء، وفي ليبيا في جوار سرت. ومن بيروت، أطلق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مواقف ركز فيها على دوافع مشاركة الحزب في بعض الحروب الإقليمية، ولا سيما في العراق وسوريا، مشيرا إلى سقوط عدد من المقاتلين في حلب، ولافتا إلى الحرب النفسية. وأكد السيد نصر الله انفتاحه على أي حوار بشأن العقوبات الأمريكية، مشددا على أمن لبنان واستقراره. محليا، جلسة قصيرة لمجلس الوزراء سادها جو من النقاش حول مشاريع مجلس الإنماء والإعمار، فيما يشكل مسألة جديدة تثار في البلد على أساس الإنماء المتوازن. وسبقت الجلسة حملة على المجلس من مفوض الحكومة فيه، وقد قرر مجلس الوزراء التدقيق في ذلك، كما قرر عقد جلستين الأسبوع المقبل. إذن القارة العجوز اهتزت من جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. توالت الردود اليوم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فقد اعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن أمريكا تحترم قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي، فيما لفت البابا فرانسيس إلى أن البريطانيين قالوا كلمتهم، وعلينا الآن حماية أوروبا. بدورها، اليابان عبرت عن قلقها من المخاطر التي تحدث بالاقتصاد العالمي وسوق العملة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد. في المقابل، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لن تتأثر بخروج بريطانيا من الاتحاد، مشيرا إلى أن حديث كاميرون من موقف روسيا من الاستفتاء لا أساس له من الصحة. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تمنى بقاء الاتحاد الأوروبي شريكا قويا للأمم المتحدة، وذلك بعد خروج بريطانيا. أما نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن فأشار إلى أنه كنا نتمنى نتيجة مغيرة للاستفتاء البريطاني. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعربت عن أسفها الشديد لخروج بريطانيا من الاتحاد، لافتة إلى أن وحدة الاتحاد هي الوحيدة الكفيلة بتطبيق مبادئنا. أما الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، وبعد اجتماع موسع في الإليزي، اعتبر أننا أمام خيارين، إما تفكك أوروبا أو التأكيد على وجودها، وأعلن أنه سيزور برلين الاثنين للتباحث مع ميركل بشأن المرحلة المقبلة. اقتصاديا، أكد حاكم مصرف إنجلترا أن البلاد تشهد تقلبات اقتصادية في المرحلة المقبلة، فيما شهدت بورصات باريس ولندن وفرانكفورت تراجعا ملحوظا اليوم. عشائر الفلوجة ترفع الصوت حيال ما يحصل في أو مع السنة من إبادة وتنكيل في المدينة وتطورات المنطقة في هذا التقرير. ما زال ريف حلب الغربي يشهد معارك عنيفة بين الفصائل المسلحة، وقد قتل 7 مسلحين من الميليشيات الكردية في تفجير سيارة يعتقد أن داعش من فجرها. معلوم أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن تقاتل لاجتياز دفاعات تنظيم داعش عند مشارف منبج معقل التنظيم عند الحدود مع تركيا. في العراق، تتصاعد الأصوات يوما بعد يوم حيال ما يحصل في مدينة الفلوجة، حيث أعلن الناطق باسم مجلس شيوخ العشائر العراقية فايز الشاووش أن السنة يتعرضون لإبادة جماعية، لافتا إلى أن هناك أكثر من 35,000 نازح من الفلوجة محتجزون على يد القوات العراقية في ظل ظروف إنسانية صعبة. وكشف الشاووش أن الميليشيات أحرقت جثثا ودفنت أكثر من 400 وهم أحياء، كما قطعت رؤوس 17 شخصا في قرية المختار. قوات الأمن العراقية أعلنت العثور على مقبرة جماعية شمال الفلوجة في أحد سجون تنظيم داعش. إلى مواجهات اليمن، حيث قتل عدد من الحوثيين في اشتباكات مع القوات الشرعية في مدينة تعز جنوب غرب اليمن، في حين صدت القوات الشرعية هجوما للحوثيين وقوات صالح في محافظة حجة شمال غرب العاصمة صنعاء. وفي محافظة الجوف، قتل 15 مسلحا من الحوثيين وقوات صالح خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني.
قرر مجلس الوزراء تكثيف جلساته بمعدل جلستين أسبوعيا، وتم تقييم عمل مجلس الإنماء والإعمار بالأرقام والإحصائيات. جلسة استثنائية لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام خصصت لبحث المشاريع التي هي بعهدة مجلس الإنماء والإعمار، وهي في إطار جلسات ستكون مخصصة لبحث أمور طارئة في انطلاقة حكومية جديدة. والثلاثاء موعد جديد لجلسة تبحث في الأمور المالية قبل جلسة الخميس المقبل بجدول الأعمال. الجلسة حضرها رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر ونائبه إبراهيم شحرور، وطلب خلالها من جميع الوزارات تزويد مجلس الإنماء والإعمار خلال 15 يوما بما لديها من مشاريع تم تنفيذها أو قيد التنفيذ اعتبارا من العام 2008 حتى تاريخه. وفي التفاصيل أن مجلس الوزراء طلب أيضا من مجلس الإنماء والإعمار خلال شهر استكمال ملفه وتقريره لإعادة البحث في جلسة لاحقة. وقال وزير الإعلام رمزي الجيش: هذه الجلسة تندرج ضمن انطلاقة جديدة لعمل الحكومة التي ستعقد بالإضافة إلى الجلسات العادية المخصصة لبحث المواضيع العادية الواردة على جدول أعمالها جلسات استثنائية دورية لبحث الأمور الطارئة التي تحتاج إلى معالجة سريعة. تكليف مجلس الإنماء والإعمار وضع دراسة تحليلية للمشاريع موضوع خطة عامة مبنية على المعطيات كافة التي كانت موضوع هذه الدراسة، وذلك خلال مهلة شهر. تكليف مجلس الإنماء والإعمار إعداد تقرير عما تنفيذه من قرار مجلس الوزراء رقم 99 تاريخ 22/5/2014 من مشاريع وكيفية تنفيذه واستكمال ما تبقى من تلك المشاريع. الوزير الياس بوصعب سأل عمن يقرر أي مشاريع تنفذ وما هي التي تؤجل، لافتا إلى أن مجلس الإنماء والإعمار مرتبط مباشرة برئاسة الحكومة التي عليها وضع المشاريع على طاولة مجلس الوزراء من خلال القرار رقم 99. بدوره حمل الوزير جبران باسيل تقرير عما أسماه الإنماء غير المتوازن غامزا من جانب اتفاق الطائف، قائلا: هناك خلل في توزيع المشاريع، ولا يعقل أن 81% منها تنفذها جهة واحدة في الدولة. الوزير سجعان أزي الذي شارك في جلسة مجلس الوزراء بعد القرار الكتائبي الأخير قال: هناك حصة كبيرة من المشاريع لجبل لبنان لكن بأموال قليلة. وكان في جانب آخر تحدث في مجلس الوزراء عن الجانب الوطني الذي يتقدم على أي أمر آخر، فعل التصفيق داخل قاعة مجلس الوزراء. أضاف أزي إنه يمثل ما يمثل من خط وطني مسيحي ماروني كسرواني وأيضا من كتائبيين. على صعيد آخر لفت الوزير وائل أبو فعور إلى أنه بحث مع سلام شوائب مناقصة الكوستا برافا ولن نقبل بالهدر العام كما قال، في حين أن الوزير حسين الحاج حسن أكد أنه مع إقرار مرسومي النفط بأسرع وقت ممكن. وحول موضوع جهاز أمن الدولة قال الوزير ميشيل فرعون إن الرئيس سلام لا يقوم بأي عمل استفزازي. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أكد أن ملف حلب وساحة حلب كانت آخر الملفات، لافتا إلى أننا أمام موجة جديدة من مشاريع الحرب على سوريا تخاض الآن في حلب، مشيرا إلى أن القتال دفاعا عن حلب هو دفاع عن بقية سوريا وهو دفاع عن دمشق ولبنان والعراق والأردن. السيد نصر الله أكد رفضه لقانون العقوبات الأمريكية موضحا أن موازنة حزب الله تأتي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مبديا الانفتاح على أي حوار بشأن العقوبات الأمريكية. قلت هذا القانون حتى لو طبقته المصاوف اللبنانية وبالغت في تطبيقه، بالنسبة لنا كحزب، خليني يكون دقيق لأنه هذا بده ينبنى عليه هذا الحكي، بالنسبة لنا كحزب كبنية تنظيمية وجهادية، هذا القانون لا بيقدم ولا بيأخر، ونحن ما مننضر وما منتأثر. نعم ضغط معنوي صحيح، ضغط معنوي، لكن أي أثر مالي ومادي ليس له على حزب الله. وشرحت لي، برجع بذكر هؤلاء الأغبياء بما يلي، أنه أنا قلت نحن ما عندنا مشاريع تجارية ولا عندنا مؤسسات استثمارية بدها تشتغل من خلال البنوك حتى إذا عطلتوها بينكسر ظهرنا، أصلاً ما عناش. نحن
وعلى المكشوف، ويمكن هيك شيء بالعالم كله ما في، انه واحد يطلع علنا وشفاف وصادق وبيقول للعالم كله نحن يا خيي على راس السطح، موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران. تمام؟ ما حدا له علاقة بهذا الموضوع. طالما بإيران في فلوس يعني نحن في عنا فلوس، هتكون شفافية أكثر من هيك؟ ومالنا المقرر لنا يصل إلينا وليس عن طريق المصارف. حذر الرئيس ميشيل سليمان خلال اجتماع لقاء الجمهورية من نفاذ صبر الرأي العام الذي منح ثقته لنواب لا يقومون بالحد الأدنى من واجبهم الدستوري ويقطعون رأس الدولة. الرئيس السابق ميشيل سليمان خلال اجتماع لقاء الجمهورية عن جدوى ترك لبنان ورئاسته الشاغرة ومؤسساته المهددة بالانهيار ورق على طاولة المفاوضات، إضافة إلى ربطها بنتائج الحروب الدموية في الإقليم، في حين لبنانة الاستحقاق الرئاسي كانت ولا تزال متوفرة، فيما لو عاد نواب الأمة عن مقاطعتهم الجلسات واشتراطهم المسبق على اسم الرئيس ما يؤدي إلى فكفكة الدولة. وحذر سليمان من نفاذ صبر الرأي العام الذي منح ثقته لنوابه لا يقومون بالحد الأدنى من واجبهم الدستوري ويقطعون رأس الدولة وأرزاق الناس في ظل الأخطار الجمة، ضاربين بعرض الحائط الميثاقية المفقودة مع غياب رئيس الجمهورية. وجدد لقاء الجمهورية مطالبته اللجان النيابية الإسراع في مناقشة القوانين الانتخابية المطروحة لإقرارها بعد انتخاب الرئيس، مؤكدا أن النسبية ضمن الدوائر الموسعة كفيلة بتمتين أواصر العقد الاجتماعي والحفاظ على الدستور وعدم الذهاب إلى طرح الدائرة الفردية. وسأل ماذا يبقى من مفهوم العيش المشترك بعد تطبيق اللامركزية الإدارية وانتخاب مجلس الشيوخ وفقا للقاعدة المذهبية. وشدد اللقاء على أهمية أخذ العبر من نتائج الانتخابات البلدية التي برهنت استحالة إقناع الرأي العام بأحلاف تجمعها المصالح للثوابت. العماد جون قهوجي تفقد فوج التدخل في الجناح وأكد أن الأوضاع الأمنية تحت السيطرة، مشيرا إلى أن الجيش بات أكثر قوة من أي وقت مضى. قائد الجيش العماد جون قهوجي أكد أن لا خوف على الدولة ومؤسساتها ومسيرة الأمن والاستقرار في ظل وجود الجيش المتماسك والقادر والذي يلتزم الولاء المطلق للوطن ولا مكان في صفوفه للسياسة والطائفية والمذهبية. كلام العماد قهوجي جاء خلال تفقده فوج التدخل الرابع في منطقة الجناح. بالنسبة لنا أنا كنت دايما أقول إنه الجيش هو العمود الفقري للدولة، إذا هالعمود الفقري ضلوا مستقيم وضلوا منيح الدولة ما في خوف عليها. مدام الجيش موجود، مدام أنتوا موجودين، ومدام أنتوا متضامنين وأنتوا القوة، مدام أنتوا قلب واحد وشغل واحد ولاء واحد، مش للزروب ولا الطايفي، لأنه الزروب والطايفي بيضيعوك، ما بيعملوا وطن وما في شيء بيحميك غير الوطن. الجيش وضعه كتير منيح، عتاد عم بيجينا، زخائر عم تجي، قدرنا نقضي على قسم كبير من الخلايا اللي ممكن كانت تخرب بلبنان، وعلى حدود وضعنا كتير منيح، ما في شيء بيخوفنا. قهوجي دعا العسكريين إلى المزيد من السهر على أمن المواطنين، خصوصا ملاحقة مطلقي النار خلال المناسبات. النشرة مستمرة بعد هذا الفاصل. في السراي الحكومي، رئيس الحكومة تمام سلام التقى الوزيرين السابقين زياد بارود وفادي عبود مع وفد بيئي ورئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان المدير العام طلال المقدسي للبحث في موضوع طوافات إطفاء الحرائق. والتقى وزير الدفاع النيبالي بهيم روال والوفد العسكري والإداري المرافق له في حضور ناظره اللبناني وزير الدفاع سمير مقبل. البحث تناول التطورات العامة في المنطقة وسبل تفعيل التعاون العسكري بين البلدين. الرئيس سلام التقى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وتم عرض التطورات الأمنية في البلاد. أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير. التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في البيت المركزي النائب السابق فارس سعيد الذي شدد على أن الحزب قدم تضحيات كبرى من أجل الدفاع عن الشرعية.
من الرابي رأى السفير السوري عبد الكريم علي أن موازين القوى هي لصالح الجيش السوري والحلفاء، وقال كل المستثمرين في الإرهاب عليهم أن يعيدوا النظر في هذا الاستثمار لأنه يؤثر على تمويله. عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله وخلال احتفال تأبيني أقامه الحزب في بلدة الصرافند اعتبر أن النسبية هي الحل الأمثل للبنان لأنها تنتج سلطة سياسية جديدة قائمة على قانون انتخابي عصري عادل وفاعل وقادر على تمثيل كافة الشرائح الشعبية. نظم اتحاد بلديات قضاء صور وبلدتي العباسية وصور حملة نظافة على المدخل الشمالي للمدينة ابتداء من مفرق بلدة الشبريحة مرورا بمنطقة مفرق العباسية وجل البحر وصور. وإلى الصفحة الاقتصادية، 51.7% نسبة البريطانيون الذين صوتوا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فهل هذا اليوم هو يوم أسود للاقتصاد العالمي؟ دكتور غازي وزني، قراءة لحضرتك. هلا أكيد يعني أنا بوافق معك 100% أنه يوم أسود للاقتصاد العالمي، نعم، وجمعة سوداء للاتحاد الأوروبي، أنه أهم تداعياتها هي الانعكاس المباشر على الاتحاد الأوروبي. اليوم إذا أخذت بريطانيا هو تاني اقتصاد بالاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا، نعم، وتمثل 15% من الاقتصاد الاتحاد الأوروبي. ثالث شيء، لندن هي مركز مالي عالمي كبير جدا، من هون أنه انعكاسها المباشر والكبير جدا رح يظهر على الاتحاد الأوروبي. أول تداعيات اليوم ظهرت فيما يتعلق بالسعر صرف الليرة السليني يلي من الصبح لحديد هلأ تجد أكثر من 13-14%. تاني انعكاس رح يظهر خلال اليوم هو تقلبات الحادة بالأسواق المالية الأوروبية والعالمية. نعم. قد ايه رح بيأثر هالموضوع على اليورو والذهب؟ أكيد إنه تأثيراتها مباشرة، يعني أول شيء ببلشنا بالليرة السلينية اللي خسرت تقريبا بين 12-13% بداية الأسبوع بداية النهار، وتاني شيء مع الوقت إنه مستقبل الاتحاد الأوروبي صار بوضع ضبابي، نعم، وعدم وضوح وعدم يقين بتؤدي إلى تخوف من قصة العملة الأوروبية الموحدة، يعني إنه إلى تراجع اليورو بالمرحلة المقبلة تجاه الدولار. هذه أول نقطة، لأنه خروج بريطانيا هو زعزعة لهيكلية أو للهيكل الاتحاد الأوروبي، لأنه بالمقابل نتخوف على أن الدول الأخرى أنه تتبع هذه الخطوة الأولية، مثلا نحكي عن اليونان اللي هي كمان معرضة للخروج، نعم، نحكي عن إسبانيا المعرضة أنه يعني رح بيصير نوع من التفكك بالاتحاد الأوروبي. تفكك هي العبارة المضبوطة، نعم، ومن المجر إلى بولندا إلى هولندا دول عديدة رح تبلش أنه تحط شروطها بكيفية التعاطي مع الاتحاد، نعم، الأوروبي. بموضوع الذهب، الذهب كمان نفس الشيء، بس الاقتصاد العالمي يدخل بموضوع الضبابية وعدم اليقين والتخوف، نعم، والقلق، المستثمرين يتوجهون مباشرة إلى الذهب. يعني على الصعيد الأسواق المالية العالمية تقلبات حادة، ذبذبات، مخاوف وقلق عند المستثمرين ينعكس إيجابا على الدولار الأمريكي يلي متوقع أنه يتحسن بالفترة القادمة، وتحسن إيجابي أيضا للذهب يلي سيعتبر أنه ملاذ آمن للاستثمار، يعني بده يرتفع الذهب، بده يرتفع الذهب، أنه المستثمرين رح يعتبروا الذهب ملاذ آمن. بتكون الأجواء الاقتصادية العالمية كلها بهالعدم الضبابية وعدم الوضوح والتخوف واليقين تتجه إليها. نتابع النشرة بعد الفاصل. تنطلق في العاصمة الأوزبكية قمة منظمة شانغهاي للتعاون التي تضم دول شرق آسيا بمشاركة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بصفة مراقب. ظريف يلتقي على هامش القمة نظيره الروسي سيرجي لافروف لبحث الأوضاع الإقليمية، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن اللا عوائق أمام انضمام إيران إلى منظمة شانغهاي. ومزيد من الأخبار الدولية. حصيلة جرحى اعتداء ألمانيا أكثر من 50 جريحا بعد دخول مسلح إلى سينما كومبلكس. وقد أعلنت الشرطة عقب مقتل المسلح أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية. لا تزال الصين متمسكة برأيها في رفض دخول الهند في معترك حيازة الأسلحة النووية، وقد أكدت ذلك في بيان بحسب الخارجية الصينية. أطلقت مجموعات إسلامية متشددة سراح رهينة فلبينية كانت محتجزة منذ أكثر من 9 أشهر في مكان مجهول. وصل مسؤولون صينيون إلى المنطقة المنكوبة غرب الصين جراء الإعصار، وبدأ العمل لتقديم المساعدات اللازمة.
شب حريق في كاليفورنيا أتى على أكثر من 80 منزلا وثلاثة آلاف إيكرز من الأراضي، وقد أجلت السلطات آلاف من السكان. ختام النشرة، أنا وطوني نشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.